سمعني. الموضة والفاشون للرياضة، حيث كشف دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تفاصيل استضافة مصر الدورة الودية بدلا من دولة الإمارات في الفترة من 18 وحتى 26 من مارس الجاري. تضم الدورة الودية منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا إلى جانب منتخبات الفراعنة. وأضاف الكومي أن يستهدف المقام الأول منتخب مصر الأول لكرة القدم وتحقيق أكبر استفادة من البطولة الودية، خاصة وأنها أول فرصة يظهر فيها الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة حسام حسن. أما عن موقف اللاعب الدولي مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فأكد الكومي أن هناك تواصلا معه وسيكون متواجدا ضمن صفوف المنتخب حال تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرا. لاعب المنتخب المصري لرياضة الفنون القتالية المختلطة يحصدون 3 ميداليات متنوعة خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية بالعاصمة أكارا، وارتفع رصيد البعثة المصرية حتى الآن إلى 100 ميدالية بواقع 59 ذهبية و21 فضية و20 برونزية، تحتل بهم صدارة الترتيب بفارق كبير عن أقرب المنافسين. وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مواصلة دعمه للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية، متمنيا أن تتجاوز هذه البعثة عدد الميداليات التي حققت بالدورة السابقة التي أقيمت عام 2019 بالمغرب، وحصدت المنتخبات المصرية بها على 273 ميدالية متنوعة. وإلى سيدات الكرة الطائرة الشاطئية، تمكن منتخب مصر من التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية بغانا بعد فوزه على منتخب رواندا 2-0 بهدفين دون مقابل في دوري نصف النهائي. وتأهل منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات بكل من دعاء الغباشي ومروة مجدي إلى نهائي البطولة بعد تخطي منتخبي كينيا ورواندا بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 18 وحتى 24 من مارس الحالي. في إطار الدورة الرمضانية الثالثة لكرة القدم تجرى اليوم قرعة البطولة بحضور نجوم الكرة. تقام المرحلة التمهيدية بتقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات لتلعب فيما بينهما بطولة من دور واحد. وتتأهل المجموعتان الأولى والثانية إلى الدور ثمن النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي. ويشارك في البطولة التي تقام للعام الثالث على التوالي نجوم الكرة المصرية محمد وهبة وعلاء نبيل، سيد معوض، غانم سلطان، أسامة عرابي وعبد الستار صبري وجمال حمزة. تنطلق اليوم منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بـ3 لقاءات في الساعة 9 مساء، حيث يستقبل فريق أبها ضيفه الوحدة فيما يحل الأخدود ضيفا على الخليج، ويلتقي الحزم مع الشباب. وعالميا تختتم اليوم منافسات دور 16 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث يلتقي ليفربول الإنجليزي مع سبارتا براج في 10 مساء. وفي التوقيت ذاته يواجه كل من روما الإيطالي فريق برايتون الإنجليزي وسبورتنج لشبونة مع أتلانتا وليفركوزن الألماني مع كارباج أقدام. المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب يفكر جديا في إراحة النجم المصري محمد صلاح في لقاء سبارتا براج خوفا من تجدد الإصابة. يأتي ذلك في الوقت الذي قطع فيه فريق ليفربول الإنجليزي خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية بعد اكتساح سبارتا براج في جولة الذهاب بنتيجة 5-0. مشاهدينا، إلى هنا ينتهي موجزنا الرياضي، فاصل قصير ثم عودة لاستكمال فقرتنا مرة ثانية.